انا شايف ان الواد احمد ده طالع لعمه فلاتي ولعبي زيه. فانت يعني كل المطلوب منك انك تتغاضي عن اي حاجه، تعملي ودن من طين ودن من عجين، المهم انه يحبك ويقع فيكي، ان شاء الله يعرف مليون واحده، المهم تتجوزيه. حاضر يا بابا، ان شاء الله هيحصل. الثروة كبيرة قوي قوي قوي، والواد المفعوص ده هو اللي مسيره وحيورثها. ان شاء الله اول ما مامي وطنط يرجعوا من فرنسا وحضرتك وانكل ترجعوا من الغردقة هخليهم يجوا يتقدموا لي رسمي منك.